انا شغال في شركه ادفرتايزنج ايجنسي اسمها FP7 مالتي ناشونال ايجنسي، فيها اكتر من 15 فرع حوالين العالم، وبنعمل اعلانات. التحديات كده كده موجوده في اي شغلانه، بس بالنسبه لشغلي انا التحديات فيها ان انت ازاي تاخد البريف تطلع منه حاجه صح وكرييتيف في نفس الوقت. بمعنى اخر، الكلاينت او الشخص اللي انت بتقدم له الشغلانه ممكن يشتري منك الصح الوحش ولا عمره يشتري منك الحلو الغلط. فانت مهمتك ككرييتيف ان انت ازاي تطلع الحلو الصح، وده اهم حاجه في الادفيرتايزنج. الشغلانه عباره عن انك بيدخل لك بريف، بتذاكره كويس، بتعمل حاجه اسمها كراكنج ذا بريف، بتطلع بانسايتس، الانسايتس تحولها لكونسبت، تبدا تدور في دماغك انت على اكسكيوشن صح. طبعا انت بتشتغل في شركه وبتقبض كل حاجه، بس لا، شغف الحقيقي ان انت تشوف الحاجه اللي بتعملها عملي قدام عينيك بتحصل. كليات المحاضرات، فاكر لما كنا بيعملوا اول حفله راب في الجامعه؟ اكتر حاجه وحشاني الفايب والناس اللي كانت هناك. قلقان سنه وحاسس بغرابه، لان انا في بلد مش بلدي مبدئيا، وفي وسط ناس كل واحد فيهم في بلد مش بلده، فانت كل واحد فيهم عايز يتعرف على حد، بس كل واحد فيهم ما عندوش الجرأه لسه انه يتعرف على حد. غريب بصراحة. عمري ما كنت اتخيل ان انا هقف هنا ادي سيشن. الريسبونسابيلتي في ان انت مسؤول عن كل كلمة بتقولها، حتى لو كلمة هزار شوية، مش كله طبعا، كل واحد الدنيا تلاهي. اتمنى تكون كلهم بخير عامة، في ناس لسه منهم على تواصل وفي ناس معرفش هم مع مين ايه، بس اتمنى تكون كلهم بخير ويا رب. فاكرين كل لحظة عشناها، ودايما هنكون معاك. جامعة سينا معاك في تفاصيلك.